انا مش عايز اجيب، مش عايز اجيب مجموع، انا عايز انجح. ووزير التربيه والتعليم بيعلق على امتحانات الثانويه العامه وبيقول ان هي مش فاتحه عكه، ومهمتنا تنميه قدرات الطلاب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حالة من الإحباط وفقدان الأمل ما بين الطلاب بعد انتهاء امتحان الأحياء والاستاتيكا. الطلاب كل أملهم دلوقتي إن هم ينجحوا ويعدوا، ما بقوش باصين لمستقبلهم ولا أحلامهم اللي ضاعت. بالنسبة لطلاب علم رياضة، أحد الطلاب قال إن الامتحان كان عبارة عن 25 سؤال ومعظم الأسئلة جت غير مباشرة، وأكد معظم الطلاب إن الوقت كان غير كافي وكانوا محتاجين وقت إضافي علشان يقدروا يخلصوا الامتحان ويجابوا على كل الأسئلة. وكتير من الطلاب أكدوا إن الامتحان كان تقيل وقالوا حلمنا ضاع. الأسئلة كانت محتاجة فهم وتفكير كبير للغاية، ولفتوا إن الامتحان في مستوى الطالب المتفوق مش المتوسط، ونص الأسئلة تقريبا كانت غير مباشرة. وهنشوف دلوقتي رأي طلاب علم علوم في الامتحان، ولكن وزير التربية والتعليم قال الثانوية العامة مش فاتحة عكة ومهمتنا تنمية قدرات الطلاب. هو الامتحان ما كانش سهل، وكان زي بتاع الكيمياء، هو كان بتاع الكيمياء بشوية، وأنا عن نفسي الوقت ما كفنيش أصلا. وكان في الامتحان كتير، وغير كده في اسئله مش جايه مباشره، وفي رسومات وفي حاجات، يعني الحاجات دي عايزه برضو تفكير، عايزه وقت ان احنا نقعد فيها. يعني انا مثلا في سؤال قعدت فيه بتاع يعني 10 دقايق، ما بالك بقى انا لما اقعد بسؤال 10 دقايق وما بقيت الاسئله هعمل فيها ايه؟ بس يعني انا خلصت اصلا، يعني كان لسه بخلص وكنت لسه ما سلمتش، يعني انا اخر واحده مسلمه، وكمان كانوا لسه بيشدوا مني الورقه، يعني ما كنتش لسه مخلصه. هو في مستوى يعني الطالب اللي فوق المتوسط، يعني مش المتوسط، هو فوق المتوسط. المفروض يعملوا ايه؟ الامتحان متوسط وفي كام تركه بس، لكن هو الامتحان اصلا فوق الطالب المتوسط بشويه، هو مش زي بتاع الكيمياء، هو اصعب من بتاع الكيمياء. انا مش عايز اجيب، مش عايز اجيب مجموع، انا عايز انجح، مش عايز اجيب مجموع خالص. لا زفت.